بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. إخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقانا معكم قناة تربية الأرانب والحمام والطيور مع بن رمين. أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير علشان يصلك كل جديد. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا بخصوص صدمة الفطام، وما هي صدمة الفطام وكل ما عليك فعله بعد الفطام لتجنب الخسارة. حلقة النهاردة يا شباب صدمة الفطام وتجنب صدمة الفطام وكل ما عليك فعله بعد الفطام لتجنب الخسارة. عشان قبل ما نبدأ يا شباب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا يعني في ناس هتصير تقول يعني ايه صدمة الفطام، في ناس هتقول لك يعني ايه صدمة الفطام. صدمة الفطام يا شباب اللي هي ان انت تيجي في اليوم ال 25 او ال 26 او اليوم ال 30 تشيل الأرنب مرة واحدة، تقوم شايله رامي بعيد عن أمه. الارنب بيحصل له حاله توهان، يتوه منك. ليه بقى؟ الارنب كان بيرضع لبن، اصبح وكان مع امه في حضن امه، بيخش الولاده نقلته في مكان تاني كانك خبطته شاكوش في دماغه، تمام؟ فاصبح كده الارنب يا شباب كده يجي له حاجه اسمها صدمه فطام، يمنع اكل، الارنب يتعب منك، الارنب يقوم رايح منك. ازاي بقى؟ يعني بمعنى اصح ان الارنب حاطوه في مكان تاني مش متعود عليه، نقلته مره واحده، شلته من بعيد عن امه مره واحده. يبقى اصبح يا شباب لازما قبل ما تيجي تفكر انك تفطم الارنب تعرف انت هتفطمه ازاي، تعرف انت هتفطم الارنب ازاي يا شباب، علشان ان انت ما تخسرش، ان انت ما تخسرش ارنب يا شباب. مبدئيا كده ان انت بتيجي في اليوم المفروض اساسا بتفطم الارنب على عمر 35 يوم. قبل اي حاجه لازم تفطم الارنب على عمر 35 يوم. تبدا من اليوم ال 33 او اليوم ال 32 يا شباب تشيل الارانب الكبيره، تمام؟ انت بتشيل الارانب فطمتها يا شباب، بترفع الارانب في قلب العين بتاع الفطام، بترفع الام معاهم، انت بترفع الام يا شباب معاهم في قلب عين الفطام. ليه؟ علشان الام والفطام واخدين على بعض كده. لما تيجي تشيل الارانب مره واحده تسيب امهم، الارانب نفسها يا شباب هتستغرب، هيجي لها صدمه، هتقوم رايحه منك. يبقى انا اصبح ان انا بنقل الارانب بالفطام في عين الفطام، تمام؟ اسيب الام معاهم مثلا بالليل، اشيلها بالنهار احطها في العين بتاعتها، ارجعها لهم تاني بالليل، اشيلها بالنهار احطها في العين بتاعتها. بمسك الكلام ده بيحصل خلال 3 4 ايام يا شباب، خلال فتره دي بمسك العين بتاعت الام بطهرها كويس، بطهر الولاده كويس، وبجهزها عشان خاطر الام ايه داخله على مرحله ولاده جديده. يبقى انا كده يا شباب بحط الام مع خلفتها وبشيلها بالليل، احطها بالليل واشيلها بالنهار، تمام؟ بحيث ان الارنب الفطام الصغير يتعود على العين الجديده بتاعته، يتعود على العين الجديده بتاعته يا شباب. كده وصلنا ان الارنب تعود على العين الجديده اللي هتنقلها فيه، مبقاش مستغرب بالنسبه له، تمام؟ بعد كده بقى عشان خاطر اتجنب الخساره بعمل ايه يا شباب بعد ما خلاص فطمت الارنب والام رجعت مكانها والارنب استقر في مكانها يا شباب؟ بعلف الارانب بنسب قليله جدا يا شباب، يعني بنسبه 25 جرام الصبح و25 جرام المغرب. يعني الجمله بتاعت الارنب في اليوم الواحد 50 جرام، بقسمهم على وجبتين الصبح والمغرب. الصبح والمغرب. ليه بقى يا شباب؟ علشان الناس اللي بتغلط الغلطه الكبيره وتيجي تدي للارنب اكل كتير اكل كتير اكل كتير، تقول لك الارنب يسمن بسرعه، يقوم جاي يقرب معاك، يقوم رايح واكل اكل كتير يا شباب، يحصل له تحجر في المعده. لما يحصل تحجر، التحجر ده بيسبب غازات، الغازات بتعمل انتفاخات عند الارنب. الارنب لما يحصل له انتفاخ يا شباب يفضل انتفاخ يزيد يزيد يزيد، يقوم ضاغط على الرئتين بتاعت الارنب، يقوم الارنب رايح منك. يبقى انت اللي سببت بخساره الارنب، انت اللي سببت بخساره الارنب يا شباب. يبقى احنا بناكل الارنب بنسب خفيفة، نسب قليلة بعد الفطام. قبل بقى ما بنأكل يا شباب بنعمل ايه؟ انا قبل ما افطم الارنب باسبوع بنزل مضاد سموم في المية لمدة اسبوع. افطم الارنب، اجوع الارنب بظبط 6 ساعات، من 6 ل 8 ساعات اجوعه، تمام؟ بعد كده يا شباب بنزل مضاد سموم في المية لمدة 3 ايام استقبال الارنب. هتقول مضاد سموم ليه؟ مضاد سموم ده يا شباب بيحفظ الارنب من نسبه البروتين العاليه في العلف، يحفظ الارنب من نسبه البروتين العاليه في العلف. ثانيا فتح شهي، ثالثا هضم، بيعمل هضم
للاعلاف. تمام. الارنب مشاكله ما بتكترش الا بعد ما بتفطر. طول ما الارنب بيرضع من امه، طول ما الارنب بيرضع من امه يا شباب، اصبح ان الارنب عندك ما فيش فيه اي مشاكل خالص. ليه؟ لان اللبن بتاع الام مضاد حيوي طبيعي، مضاد حيوي طبيعي بيحمي الارنب من اي حاجه. مشاكل الارنب ما بتكترش الا بعد الفطار. عشان اتجنب المشاكل دي يا شباب، يبقى انني بعمل ايه؟ بنزل مضاد سموم، باكل العلف بنسبه 50 جرام للارنب في اليوم الواحد لمده 10 ايام، بعد كده بزود النسبه لمده 10 ايام تانيين ل 70 جرام، بعد كده بزود النسبه لمده 10 ايام تانيين الى 100 جرام، واثبت على ال 100 جرام يا شباب لحد ما الارنب يجي يشتغل عنده عمر 5 شهور. بثبت على 100 جرام للارنب في اليوم لحد ما الارنب يوصل معاك 5 شهور. ده لو انت هتسيبه احلال. تمام؟ تثبت على 100 جرام. شيء طبيعي هوريكم برضو وزن الارانب على العلف اللي انا ماشي عليه وعلى النظام اللي انا ماشي عليه. اقسم بالله العظيم يا شباب الارانب ديت ده الفطام اهوت ماشي. مواليد يوم 3/10، مواليد 3/10. طبعا النهارده ماشي 13/11 يعني عمر 40 يوم، عمر 40 يوم. وزنهم يا شباب، انا وزن الارنب على البتاع اقسم بالله عمر 40 يوم اهو. كيلو 130 جرام، كيلو 130 جرام يا شباب اهو. ده كيلو 130 جرام. اخد الطريق نفس الطريق اهو اهو. ده كيلو 50 جرام اهو يا شباب، كيلو 55 جرام وكيلو 50 جرام. تمام اهو. ده كيلو 105 جرام، ده عمر 40 يوم، كيلو 105 جرام. فالحمد لله فضل من ربنا يا شباب، فضل من ربنا. تمام. لو مشيت على نظام العلف ده اللي بقول لك عليه دوت، اقسم بالله ربنا هيكرمك، اقسم بالله ربنا هيكرمك. ليه؟ لان معلش انت مفكر ان انت لما تدي للارنب اكل كتير ان الارنب هيكبر معاك، ان الارنب هيفحل معاك. اكبر كارثه، اكبر مشكله مش بكتر الاكل يا شباب، مش بكتر الاكل يا شباب. الارنب اكله قليل وجوعه وحط له الوجبه ياكلها هيفحل معاك، يفرد معاك. ممكن واحد ياكل اكل كتير جدا وما يفحلش وتلاقيه رفيع كده. ممكن واحد يكون ما بياكلش الا حاجه بسيطه وتلاقيه ما شاء الله بيزيد معاك. فهي يعني مش بكتر الاكل، اهم حاجه انت ازاي توظف الاكل للارنب، ازاي توظف الاكل للارنب. اهم حاجه انت ازاي تحافظ على صحه الارنب. لو حافظت على صحه الارنب والارنب نشيطه بصحه مش هيتعب منك وهيفحل معاك، هيتحول معاك، هيتحول معاك. يعني انا مش عايز الفيديو يطول عليكم. تمام. يعني بحيث ان يعني ان احنا كنا نستفيد، عشان الناس اللي كلمتني وقالت لي احنا عملنا لنا حلقه اللي نعمل ايه بعد الفطام ماشي، عشان خاطر. وبرده الناس كلمت قالت لي اعمل لنا فيديو عشان صدمه الفطام. صدمه الفطام يا شباب ان انت بتقوم جاي شايل الارنب من عينه نقله في عين ثانيه وسايبه مره واحده. الارنب بيقوم تايه، حصل له دوخان. ليه بقى؟ حاططه في مكان وهو لسه صغير، لسه عيل، لسه رضيع، حاططه في مكان تاني مختلف مره واحده. شلته بعيد عن امه مره واحده. تمام؟ طبعا دي مشكله كبيره. حافظ عليه، خد بالك منها. لازما قبل ما تفطم الارانب يا شباب انقل الام بالخلفه بتاعتها في عين الفطام. وبعد كده شيل الام بالنهار ورجعها لهم بالليل، شيلهم بالنهار ورجعها لهم بالليل لحد ما الارانب تتعود على المكان اللي هي فيه الجديد. هتتعود على العلافه الجديده، هتتعود على المكان الجديد غير المكان هناك في في العين بتاعتها. بتدخل في الولاده وتطلع من الولاده، جو قاعد فيه. تمام. شهر 35 يوم رضاعه في قلب المكان ده. تمام.
قلبك كان 5 سنين وراها يا شباب، فشيء طبيعي. علشان تحافظ على الارنب بتاعك هتنزل مضاد سموم في الميه قبل الفطام باسبوع، قبل الفطام باسبوع. بعد كده انا بعيد الكلام تاني عشان الناس اللي بتحاول انها تقدم الفيديو وتسمع في الاخر عشان خاطر يجيب، يعني عود نفسك اسمع الفيديو من الاول عشان تستفيد، عشان تعرف تستفيد، عشان تستفيد، تمام يا شباب؟ فشيء طبيعي انت نازل مضاد سموم في الميه مده اسبوع، جوع الارنب لمده 6 ساعات، نزل مضاد سموم استقبال في الميه لمده 3 ايام يا شباب علشان تحمي الارنب من نسبه البروتين العاليه في العلف. اعلف الارانب بنسب قليله 50 جرام في اليوم لكل ارنب، كل ارنب 50 جرام في اليوم. ناس هتسال لما سالت برضه قبل كده هتقول طب ما انا لو حطيت مثلا 5 ارانب في العين وحطيت لكل ارنب 25 جرام الصبح ممكن ارنب ياكل اكتر من التاني. لا انا بقول لك حطه وهما بيتعاملوا مع بعض. انت سالت كده كده الارنب بتكون جعانه اساسا، لما يكون الارنب جعان اول ما تيجي تحط الاكل هتلاقيه جاي جري على الاكل، يعني كده كده هيخلص بحقه، مش لازم حقه لحد غيره. ولو حتى ارنب اكل زياده عن التاني الوجبه ديت الوجبه التانيه هتلاقي التاني اكل كمل بيت وجبته من الاكل، ما لا صح كده بكملوا بعض في بعض. يبقى انت كده تمام، يبقى انت كده وصلت ان انت ظبطت ارنبك في قلب المكان عندك، ظبطت ارنبك في المكان عندك، ماشي يا شباب؟ عود نفسك، انت عود نفسك ان الارنب لو جاع، لو جاع الارنب منك الارنب بقت صحته كويسه. لو الارنب جاع منك عشان بقت صحته كويسه ليه؟ لان الارنب بطبيعته ما بيحبش الزحمه، ما تزحمش الارنب. لو زحمت الارنب يا شباب هيجيله تحجر، يجيله تحجر في المعده، ولو الارنب جاله تحجر هيجيله انتفاخ، ولو الارنب جاله انتفاخ يا شباب بس لو الارنب جاله انتفاخ، الانتفاخ بيضغط على الرئتين الارنب بيقوم رايح منك يا شباب. يبقى انت كده خسرت الارنب، وخسرت الارنب بعد ما بقى عمره 35 40 يوم، تمام؟ يعني بقى بعد ما الارنب كبر قدام منك وبقى شكله حلو قدام منك تخسره، بقى عندك بقى النتاج عندك، يبقى انت كده بتخسر الارنب. طب ليه؟ ده كتر العلف اساسا الارنب بتهدره وبتبوظه وبيتبولوا عليه، بيتبولوا عليه يا شباب. يبقى أنا بمشي على نظام وجبات بالراحة، اهتم بأرنبك. حط بقى بعد 3 أيام بتريح يوم بعد مضاد السموم وبتنزل أملاح معدنية في المية. أملاح المعدنية بتعمل إيه يا شباب؟ فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها بوتاسيوم، فيها منجنيز، بتمد الأرنب بالطاقة، حلوة لفروة الشعر بتاع الأرنب، حلو بتحافظ على الارنب من نشاشة العظام. املاح المعدنيه فيها عناصر كتير جدا 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 مفيده للارنب، مفيده للارنب. ما تنزلش فيتامينات، انا بقول لك ما تنزلش فيتامينات خصوصا في المرحله الاولانيه. ليه؟ الارنب يا شباب الفيتامين في المرحله الاولانيه يعمل الارنب اسهال، الارنب في المرحله الاولانيه الفيتامين يعمل له اسهال، ياثر عليه. بالك من النقطه دي، ركز علشان ما تخسرش. انا عايزك ان انت مشروعك يكبر، انا عايزك ان انت تبقى ناجح في مكانك، ان انت يبقى عندك ارانب يعني بسم الله ما شاء الله ملاش عدد، ملاش عدد. وابدا بذكر وثلاث نتيان وكبر منهم، اشتغل كبر مشروعك منهم يا شباب. بقى احنا اتكلمنا صدمه الفطام، اتكلمنا على كل ما عليك فعله بعد الفطام، وريكم وزن الارانب على عمر 40 يوم. وريكم يا شباب وزن الارنب على عمر 40 يوم. بصراحه يعني ما عادش عندي كلام اقوله، لو اي حد فيكم عنده اي سؤال في اي حاجه انا تحت امر. اي حد فيكم عنده علاج لاي مرض معين في الارانب يا شباب عالج الارانب به، تمام؟ يتواصل معايا او يكتبوا في كومنت تحت ان انا عالجت نوع كذا كذا، علاج كذا، مرض كذا بعلاج كذا، تمام يا شباب؟ لو انت صاحب مزرعه او مربي كبير عندك كميات ارانب للبيع تقدر ان انت توفرها
للمتابعين تقدر توفرها للناس اللي عايزين ارنب يا شباب، عايزين الشباب اللي عايزين يعملوا مشروع ارنب تقدر انت توفر له الارنب يا شباب قريب منه. انت على راسي من فوق اتواصل معايا، تعمل لي فيديو بالمكان بتاعك بعنوانك برقم التليفون، اقدر انني ارفعه لك على القناه علشان المتابع يتواصل معاك شخصيا. انا ما بس انا ما باخدش حاجه يا شباب من حد، لا باخد فلوس لا من البايع ولا باخد فلوس من المشتري، ما باخدش حاجه من حد. انا كل الهدف اني اوفر الارنب للمتابع قريب منه، قريب منه يا شباب. علشان ما اطولش عليكم، اوعى تنسى تشترك في القناه، تنساش تفعل زر الجرس، تنساش تعمل لايك للقناه، لايك للفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.